بالعودة إلى ملف المختطفين المغاربة تحديدا في ميانمار، معي الآن من المغرب جمال وهو والد أحد ضحايا الإتجار بالبشر في ميانمار. سيد جمال، مرحبا بك معنا على شاشة الحدث. نريد أن نفهم منك بعد الانقطاع، انقطاع الاتصال، العائلات، عائلات الضحايا بأبنائهم، في أي مرة كان أو متى كان آخر اتصال بينك وبين ابنك، وتحدثنا ماذا تم خلال هذا الاتصال؟ آخر اتصال كان منذ يعني 48 ساعة ولحد الآن يعني الاتصال مقطوع مع جميع المغاربة، ليس فقط مع واحد بل مع الجميع. طب خلال الاتصالات السابقة يعني أو في البداية خلينا نحكي، متى علمتم بأن ولدكم مختطف في ميانمار؟ المدة في البداية من مدة 6 أشهر. طب كم مرة تحدثتم خلال هذه 6 أشهر، وعن ماذا تحدثتم، وماذا تحدث ابنكم معكم؟ الآن الكل ينتظر تدخل هناك من الدول المغربية ومن مصالح السفارة. لا يهم يعني متى نتحدث معهم أو نتواصل أو لا نتواصل، المهم القطاع الآن اتصال بيننا وبينهم. ونقدر يعني تدخل عاجل جميع يعني يعني الجهات المسؤولة بحل المشكل في أقرب وقت. هل علمتم سيد جمال كيف وصل ابنكم إلى هناك؟ يعني الطريقة، حتى يعني لربما يقول البعض، نوعي الكثير من العائلات أيضا بألا مثلا تقع بنفس الخطأ، كما هناك حملات على مواقع التواصل من أجل الهدف ذاته. نعم، هناك حملات كثيرة للتواصل، وخاصة يعني من أجل التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية، ولكن هذا يعني ليس صحيح، لأن هناك احتيال بواسطة يعني التجارة الإلكترونية. الشباب هم يذهبون لممارسة الاحتيال بواسطة يعني تقنيات التجارة الإلكترونية، لأنه لو أرادوا يعني التجارة الإلكترونية يمكن أن نمارسها من أي مكان في العالم، من بيتك، من عملك، من أي مكان يمكن أن تمارسها، بهاتف أو ب يعني بورتابل يعني محمول يعني بي سي إلى غير ذلك من الأدوات يعني الرقمية. يعني لماذا الذهاب إلى تايلاند أو إلى كامبوديا أو إلى ميانمار لممارسة هذه التجارة؟ نعم. إذا هي ليست بتجارة، هي احتيال إلكتروني، وهذا معروف في جنوب شرق آسيا. يعني نحن هنا فقط في شمال يعني إفريقيا أو الشرق الأوسط ربما يعني بعيدون عن هذا عن هذه المنطقة، ولكن الآن نحن نعرف ما نعرف أن هذه المنطقة موبوءة بهذا التجار، وهناك يعني شخصيات كبيرة معروفة على مستوى يعني هذه المناطق وهذه الدول. سيد جمال، سؤال أيضا فيما يتعلق بالفدية، هل تحدث ابنكم معكم عن الفدية، وهل تحدث عن طريقة إطلاق سراحه؟ ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتم حتى يطلق سراحه؟ الآن يعني الفدية في البداية يعني تقدم العائلة فدية ويطلق سراح يعني الأبناء. الآن أصبحت يعني هذه من العصابات تطلب فدية ومع ذلك لا تطلق سراح الأبناء. لذلك فالمطلوب أيضا من العائلات أن لا تقدم أي فدية، يعني لأنها أصبحت غير مجدية. سريعا، قيمة الفدية؟ الفدية يعني في حدود 10,000 دولار. شكرا، عذرني جدا، انتهى وقت هذه المقابلة. من المغرب كان معنا السيد جمال والد أحد ضحايا الإتجار بالبشر في ميانمار.